هما الهتافات اللي حصلت مع قصة امام عاشور من اسبوعين لما ابتدى يبقى فيه كلام عن ان الاهلي بيفاوض امام عاشور، ان امام عاشور خلاص مقترب من الاهلي. صالح سليم مش ناسين، طلع الجمهور في المدرج قال لك امام عاشور مش عايزينه، صالح سليم مش ناسينه، ده الجمهور. تعاقد مجلس ادارة الاهلي مع امام. ايه الهتاف امبارح كان ايه وامام موجود في الاستاد؟ يا ايمن كل الدعم واللي اتكسر يتلم. شفتي العبقرية؟ انا واقف في ظهر الكيان حتى لو انا معترض. شفتي العبقرية؟ يعني هو الاول بيقول انا رأيي ان احنا مش عاوزينه. انا مجرد عليا ان انا كجمهور اقول رأيي، لكن انا مش صاحب القرار لان في مجلس ادارة. بص الاحترام بتاع الجمهور. فاذا كنتوا عايزين رأيي، انا رأيي ان احنا مش عاوزينه، او ده جزء من الجمهور يعني. بس انا بحترم قراركم. حلو. طيب مجلس الإدارة عمل قرار مختلف مع هذا الرأي، اطلع بقى اقول لا القرار غلط، ما بقاش جمهور الاهلي. ما دام خدتوا القرار ولبس الفانيلا الحمراء وبقى رسمي لعيب في الاهلي، كل الدعم، يبقى كل الدعم. واذا كنا زعلانين من حاجه يا عم كل ده يتلم ورا ظهرنا. في عبقريه كده، طب بمناسبه، في جمال كده، مفيش حقيقي، مفيش. بمناسبه امام عاشور، النهارده في السوشيال ميديا، انا امبارح وانا بتفرج على الماتش طبعا وتتويج الاهلي وحضور المدرج، مين اللي قاعد؟ امام عاشور بيشاهد فريقه الجديد ويشاهد تتويجه بالدوري. تمام. بس امام برضو احنا بنقرا لغه الجسد، وشه كده تحسه متاخد بالمصري، مخضوض. كل واحد فينا فكر بشكل معين. في ناس كتبت على السوشيال ميديا امام حاسس انه خد القرار غير صحيح، امام خايف، طب امام محرج. كل واحد فسرها بشكل معين. انت فسرتها ازاي؟ فسرتها ان ربنا يكون في عونه. لو انا مكانه امبارح، دايما عشان تفهمي اللي قدامك بيفكر ازاي، حاولي قدر الامكان تحطي نفسك مكانه. فانا وانا بتفرج على المشاهد اللي انت قلتي عليها دي، حطيت نفسي مكان امام. لو انا امام عاشور امبارح ورايح لاول مره اظهر علنيا امام الجمهور والراي العام في مباراه فريقي الجديده، وحضر قدام جمهور فرقتي الجديده اللي هي الاهلي، وحضر قدام جمهور فرقتي القديمه اللي هي الزمالك، هيشوفوني. العالم كله، مصر كلها بتشوفني. هبقى في منتهى الحرج والتوتر والضغط العصبي والنفسي جدا. عشان كده كل المشاهد اللي شفتيها بتاعت البادي لانجوج اللي هي لغه الجسد، المرتبكه اللي مضغوطه، مش عارف يضحك قوي ومش عارف يتصرف قوي، وحتى وهو نازل مع اللعيبه عمال يبص حواليه وبتاع، لسه اجواء جديده عليه. ده رقم واحد. رقم اتنين، مش عارف جمهور الاهلي هيستقبله ازاي. ما هو ده سمع اللي في الاول امام عاشور مش عايزينه، فمش عارف جمهور الاهلي هيستقبله ازاي، ومش عارف جمهور الزمالك هيعمل معاه ايه على السوشيال ميديا بعد ما يشوفه خلاص رسميا بالفانيلا الحمراء. فده وضع في منتهى الصعوبه، منتهى الصعوبه. وكان الله في تفتكر امام يعمل ايه عشان يعدي المرحله الصعبه دي؟ لا ده لسه انا هقول لك الاصعب. قبل ما، برافو عليك على السؤال ده، بس هقول لك الاول الحاجه الاصعب اللي لازم جمهور الاهلي ينتبه اليها من دلوقتي. اوعوا تقيموا امام الفتره اللي جايه، لان امام اول كام ماتش ده لما يتعافى من الاصابه يعني وخلاص يبقى جاهز والجهاز الفني يقول انه تمام ويلعب، اول كام ماتش اوعوا تقيموا امام، اوعوا تركزوا معاه. ما ينفعش بقى من اول ماتش يلا بقى ورينا ان انت الصفقه المنتظره وصفقه الموسم وصفقه رقم 8 بقى ويلا اطلع قدام. لا مش اطلع قدام، صفقه القرن اللي الدنيا اتقلبت عليها ومش عارف ايه، واللاعب اللي بيكسر الدنيا ورا قدامه مش عارف ايه وبتاع. لا لا، لانه جزء كبير من الحاله اللي شفتيها عليها امام دي هتستمر معاه اسابيع، وخصوصا لما يلعب يلبس الفانيلا وينزل الملعب هتلاقيه لسه بيبص حواليه. وهتلاقي جواه ضغوط نفسيه، اللي هو عايز يثبت نفسه بسرعه عشان يبين لجمهور الاهلي انه صفقه رابحه وانه مش عارف ايه، وما يتقالش انا لسه ده كان في الزمالك احسن من الاهلي، وان احنا لبسنا امام عاشور ومش عارف ايه والكلام اللي ممكن يتقال على السوق. فهتلاقي جواه 500 حاجه عامله زي الخلاط. فربنا يكون في عونه. فانا رايي انه الجماهير الاهلاويه وحتى الجهاز الفني ما يضغطش على امام في البدايه خالص. ينزل يبقى مرتبك، يبقى مش في مستواه، يبقى مش في احسن حالاته، نستقبله بمنتهى الحب، لان احنا عارفين امكانياته عامله ازاي. هتطلع هتطلع. بس كل ما تضغط عليها كل ما تاخر طلوعها. حاجه شبه مع الفارق اللي حصل مع حسين الشحات في الاول. حسين الشحات اول ما جه الاهلي وكان نجم العين ونجم الدنيا، كنا مستنيين، قلنا بس احنا تعاقدنا مع رونالدو. صح؟ الاهلاويه قال لك تعاقدنا مع رونالدو.
والصفقه ب 150 مليون، قال لك يا نهار اسود 150 مليون 180 مليون. لا وحسين كمان سجل هدف في الوداد في قبل النهائي اول ما بيتسي موسيماني تولى قياده الاهلي. لا لا بس ده قبل، بس قبل الكلام ده الناس قالت لك قبل ما يلبس اول مره التيشيرت، قال لك بس احنا جايبين لعيب بيتشقلب في الجو 150 مليون وكان مكسر الدنيا ولعب في كاس العنديه ورقص راموس وفرشه على الارض، اوعى وشك. حسين نزل بالفكر ده ان الناس مستنيه مني ان انا هبقى الخطيب وحسن شحاته في بعض. فشفتيه موسم كامل عامل ازاي، مش حسين ولا الشحات ولا يعني ولا ضغط الجمهور هو اللي عمل كده طبعا، خلاه فقد مستواه بالشكل ده. ده تخيلي حسين الشحات استعاد مستواه امتى؟ لما الناس رمت طوبته، ولا لما كولر جه؟ لما الناس رمت طوبته.